إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، فقرة جديدة من الأبراج منسمعها سوا عبر إذاعة إم راديو، على أمل تكون حملت لكم معها كل الأخبار الحلوة. البداية مع برج الحمل. أصبحت يومياتك سرة ومبهجة في طبيعتها، حيث أنك تتفاهم جيداً مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. مهنياً يعدك الفلك بالأفضل، فتنشط الحياة المهنية والاجتماعية وتكون المفاوضات ناشطة وناجحة. عاطفياً لا تقم اليوم بأي مجازفات في المجال العاطفي، وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك. صحياً برج الحمل، تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة. برج الثور، أنت ذو تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الأصدقاء لطلب النصيحة. تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة. سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. مهنياً أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر، ويسير كل شيء كما هو مخطط له. عاطفياً قد تفكر في تغيير ما، وفي إجراء يتطلب الكثير من الشجاعة للمحافظة على العلاقة السليمة. صحياً برج الثور، عليك ممارسة الرياضات التي تساعدك على الاسترخاء وعدم القسوة على نفسك، لئلا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال. ننتقل لبرج الجوزاء. أنت إنسان مرن وتتقبل التغيير، كما إنك تمر بفترة سلسة، فكل ما تقوم به لا يتطلب مجهود من قبلك ونتيجته جيدة. انتفع من هذه الأوقات الممتعة للتقدم في تحقيق أحلامك وطموحاتك. مهنياً يحمل هذا اليوم ردود أفعال كثيرة تتعلق بحياتك المهنية، وتنجح في استيعابها. عاطفياً قد يكون الوقت مناسباً لحسم علاقة وإنهائها إذا كانت تسبب لك المتاعب. في الجو ارتياح. صحياً برج الجوزاء، عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة. برج السرطان، الوقت مناسب جداً لجميع العلاقات الشخصية سواء كانت جديدة أو قديمة. سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة. مهنياً مهارتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق. عاطفياً بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا سيساعدك على تخطي ذلك. صحياً برج السرطان، عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمل. منكمل مع برج الأسد. هناك بعض التغيرات التي تحدث في حياتك، فلا تخجل من ذلك واستقبل العالم بترحاب. سوف تلتقي بأشخاص جدد والاستمتاع معهم. مهنياً تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني الذي كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجوائك العائلية. عاطفياً اعتبر هذا اليوم مناسباً جداً لدعم العواطف والعلاقات. سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى. صحياً برج الأسد، إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة، تستطيع أن تبعد عنك شبح الأحباط والكآبة. منكمل مع برج العذراء.
العراقيل التي تنبأت بقدومها تظهر تدريجياً وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت حتى وإن كانت المهمة صعبة. مهنياً عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدم الذي كنت تطمح إليه منذ مدة طويلة. عاطفياً، تصرف بطبيعتك مع الحبيب ولا تتصنع المجاملة أو التواضع، وابتعد عن التملق. صحياً برج العذراء، من ناحية الصحية برج العذراء إنك تشعر برضا تام وراحة. من كفة الأبراج مع برج الميزان، تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. مهنياً، الكذب لن يفيدك بشيء، لا بل يزيد الأمور صعوبة بينك وبين الزملاء حتى لو كنت محقاً. عاطفياً، باستطاعتك تحمل التقلبات وعدم التأثر بها، شرط التحلي بالروح المرحة أو التسامح. صحياً برج الميزان، تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق، وتتخلص من عوامل الضعف النفسي. عزيزي برج العقرب، لا تبدو قادراً على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيراً للخلف إن كان في حياتك الخاصة أو مع العائلة والأصدقاء. مهنياً، أنت مدعو إلى مراجعة وتدقيق في كل عرض يتقدم به أحدهم، وإذا أردت النصيحة أجل كل قرار كبير في هذا الموضوع أو الخصوص. عاطفياً، قد تغفر للشريك أموراً أخطأ فيها تجاهك، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف. صحياً برج العقرب، العلاج النفسي يفيدك في التخلص من الرواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشاكلك. من تابع الأبراج وصلنا لبرج التاسع برج القوس، تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، تأنى في تحديد المشاكل التي تمثل إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها. مهنياً، تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقاً بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جداً تبرهن من خلاله ما أنت عليه في الواقع. عاطفياً، حين تتخذ القرار المناسب فإن كل المصاعب والعقبات ستزول، وهذا يفيد كثيراً في المراحل المقبلة. صحياً برج القوس، لا تترك هاجس العمل يسيطر عليك حتى في أيام فراغك أو فرصك، بل استفد من ذلك للترفيه عن نفسك. برج الجدي، يتزايد طموحك إلى ما لا يمكن تحقيقه، وفي بعض الأحيان ينتابك التساؤل عن النتائج التي قد تحدث إذا تنازلت عن مبادئك ومثلك الأعلى من أجل تحقيق أحلامك. لا تنجرف وراء تلك الأفكار. مهنياً، يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركز عليك الأنظار بعد نيل مشروعك موافقة أرباب العمل. عاطفياً، شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ أحداث استثنائية، حاول أن تصغي إلى الشريك وأن تستشيره. صحياً برج الجدي، لا تتهاون في كل ألم مستجد تشعر به في الصدر، بل عجل في الاتصال بالطبيب. من كفة مع برج الدلو، اليوم أنت متفق أخيراً مع ذاتك، وهذا يتضح للآخرين من خلال سلوكك. تأكد من الاحتفاظ بالتوازن
بين الأخذ والعطاء حتى تتمكن من الاستفادة من الصدقات. مهنياً، تبدو متوتراً بعض الشيء ومنفعلاً قليلاً، مع أن لديك الكثير من اللقاءات التي قد تتخذ خلالها قرارات مهنية حاسمة. عاطفياً، اشرح وجهة نظرك عن العلاقة للحبيب، فقد يتفهم ذلك ويساندك فيما تفكر فيه. صحياً برج الدلو، الإرشادات المطلوبة منك التقيد بها لا تزال سارية المفعول، فلا تحاول التلاعب بذلك. برج الحوت، أنت لا تستطيع التوقف عن التفكير في الأحلام المستحيلة، ولكن لا تقدم على أي مخاطرة قد ينتج عنها خسارة ما، إلا أن هذه الأفكار تشكل خطراً في أنها تنبع من حالة من عدم الرضا. مهنياً، يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة، وتحصد ثمار ما زرعته بعد سنوات من الجهد والتعب المتواصل. عاطفياً، العلاقات الزوجية تكون متقلبة، ومن الضروري حمايتها من التراجع. صحياً برج الحوت، عليك المحافظة على هدوئك وأعصابك في أكثر الظروف حرجاً وصعوبة. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك. دايماً تابعوني عبر إذاعة أم راديو على 105.5 FM.